شي حد لا يجبر المشاهير على مشاركة الحياة ديالهم. وبالتالي فاش نجيو تلقاو ان الممثل او لا الممثله او المغني هو اللي بدا في البدايه بمشاركه بعض التفاصيل ديال حياته او بعض الامور اللي عاشها او غيرها، فهنا هو اللي فتح المجال للاخرين كي يتكلموا. يعني مثلا هضرنا على الممثله كانت معنا دابا، فبالتالي الى رجعنا للحادثه غنلقاو انها خرجت في الاول بالتصريح انها تعرضت لمجموعه ديال العنف وما الى ذلك، هذا علاش انا تنطلب الطلاق. فبالتالي كونك انك اصلا فتحتي الباب للجمهور باش انه يعرف هذه الحيتيه هذه اللي ما عندها حتى معنى انهم يعرفوها، لان حنا فاش ندخلوا او فاش يعرفونا الناس يكون تيعرفوك فواحد الجانب معين، تيعرفك كمتخصص او كيعرفك كمشهور او كيعرفك كاعلامي او كيعرفك كممثل او كمغني. فبالتالي الحق ديال هذاك المتتبع ديالك او هذاك الناس اللي هما معجبين بيك انهم يعرفوا هذه الحدود هذه، لان كل واحد فينا الا وعنده واحد الحياه الشخصيه ديالو اللي تيسد عليها الباب. حنا تنقولوا للاسف استاذ ولينا في هذا العصر هذا، ان حتى الممثل ما بقيناش كنشوفو غير في الاعمال ديالو، ولكن ولا كيشارك معنا تحياته الشخصيه. مثلا هاد الفنانين دابا اللي ولينا كنشوفو راه كانت كتخرج دي فيديو ديالها مع الزوج ديالها باللي كادو اللي كيجيب ليها، وكاين بزاف ديال الامور الشخصيه كتشاركها مع الجمهور ديالها. وكيفاش نتكلموا عليها؟ ماشي كاع الممثلين تيديروا هاد الفعل هذا، وهنا فين كاين مكامن الخطا اصلا. المشكل اللي كاين عندنا في مجتمعنا هو اننا تعودنا على ان تشد الانستغرام او لا غيرها وتنصور اي حاجه دارت عندي تفاصيل كانت زوينه ولا كانت خايبه تنشاركها مع ناس اخرين تنوريهم اشنو عايش وغيرها، وكاننا هنا تنخلقوا جوج ديال الاشكاليات بعدا. اول الاشكال اللي تنخلقوا انني تنولي تندخل ناس في حياتي. الاشكال الثاني هو انني تنوري واحد الحياه ورديه، وهذا خصنا نفهموها اساسيا، ان الناس اللي تيشوفوا دوك الصور وداك الشيء تتبان لي الحياه ورديه عندك وزوينه، لان ما كيحتم يصور اللحظات اللي خايبه عنده في حياته، ولكن تيصور لك لي كادو، تيصور لك حوايج زوينين، تيصور. فبالتالي هنا كانك تقول للاخرين لا راه الا ما كنتوش واصلين لهذا الشيء راه كنتوما ما عايشينش، فتتحط لي اون روبير اللي تضر هو اصلا. دونك بالتالي مشاركه الحياه الشخصيه ما عندها حتى قيمه او لن تساعد الاخرين في حتى شي حاجه. فبالتالي احسن حاجه انك خليها خاصه بك. هذه النقطه. النقطه الثانيه هي ان احنا فاش نقولوا هذا العنف او هذا انني غادي نجي ونشهر بالاخر، سكو عندها حل ديالها. الحل ديالها شنو هو؟ بسيط ساهل، هو اننا نكونوا اصلا ناقشنا الطلاق قبل الطلاق. ما يكونش واحد جا وتصرف من دماغه وجا عند الاخر وقال له شوف عرفتي غدير نهيو هذه العلاقه هذه، وماشي سوقنا علاش ولا كيفاش ولا حتى شي حاجه. ولكن ملي تنكونوا كي جلسنا النهار الاول وحطينا شروط النهار الاول، تنجيو وفاش بغيت تكتب العقد تنقول له ودي للزوجه واش عندك شروط، وتنسولوا الزوج واش عندك شروط. وفي نهايه العلاقه ضروري اننا ننهيها بنفس الطريقه الا بغينا تكون سليمه. حنا نعرف ان العلاقه عندنا ما تتساليش بهذه الطريقه هذه، ولكن تتسالي بشكون فينا المخطئ. لا يهم، انا دائما تنقولها، لا يهم من المخطئ بعد الطلاق، كنت انت اللي مخطئ ولا هي، انا عندي بحال لان النتيجه كانت في النهايه هي الطلاق. المساله المهمه الثانيه اللي خصنا نفهموا هو ان الطلاق اصلا ليس عيبا. علاش؟ لان اللي تيخلينا هذا الشيء كامل تيدار هو ملي تنحس بانني في واحد المكان اللي ماشي هو هذاك. فاش نولي تنشوف ان الطلاق راه لا عيب، حشومه، انا اصبحت مطلقه او انا اصبحت مطلق. سيرتو ملي تيكون الراجل تيحس بها ملي المراه تخليه وتتمشي، تبدا تيحس بديك المكانه ديال الرجوله ديالو وما الى ذلك تتقاس. وملي تنقيسوا هاد لي بوين هادو وتكونوا اصلا فاهمين الطلاق فهم خطا، تيخلينا اننا نتصرفوا بهستيريا بتصرفات لا عقلانيه، تصرفات غير هكاك كي ادافع على وجودي. وهنا عرفتي بحالاش باش نفهموها مزيان، هاد الاشخاص هادو اللي تيديروا التشهير الا جيتي هضرتي معاه بالعقل الواعي ديالو هو مرتاح وجالس في قهوه وما عندوش مشكل، غايقول لك لا نورمالمون ما خصناش نشهروا ببعضياتنا والتشهير شي حاجه سلبيه وما الى ذلك. ولكن عندما يوضع في الامر او عندما يوضع في الحاله تكون تصرفاته غير ذلك. علاش؟ لان كاين ما يسمى بالمفهوم الواعي عند الشخص وكاين ما يسمى بالمفهوم اللاواعي عنده. في المفهوم الواعي عند الشخص اشنو هو؟ هو داك الشيء اللي تنمى الثقافه ديالو، الدراسه ديالو، الابحاث ديالو الى غيرها. لكن في المفهوم اللاواعي هو اشنو تربى عليه. وهنا غنرجعوا اشنو حنا ربينا عند وليداتنا. فاش نجيو عند مرات نقول لها ناري طلقتي، ناري كارثه، مصيبه، واخا تنقول لا دابا في مجتمعنا، ولكن هادشي تنقولوا في مفاهيم واعيه. في المفهوم اللاواعي عند المراه يزال زال الطلاق عندها وصمه عار، مازال الطلاق عندها كارثه، مازال الطلاق عندها مصيبه، واخا تلقاها تتكلم وتتقول لك لا ماشي شي حاجه، ولكن في داخلها مع قرارات نفسها ملي تجلس مع راسها تتحس بهكاك. وحتى عند الراجل تقول لك لا الطلاق انا عندي بالنسبه لي عادي، والدليل على هذا هو ان بعض النوبات تلقاو ان بين الوسائل التي ادي بها الزوج الزوجه
ماشي غير تشهير، ولكن بعد نوبه تمشي تقلب على بنت عمها او بنت خالها او جارتها او صاحبتها باش تكون هي الزوجه الثانيه على من بعد الطلاق. علاش كيؤذيها نفسيا؟ لان احنا دائما تنفكروا من بعد الطلاق ان الاخر ما خصوش يكون ناجح، ان الاخر خصو يفشل. وحتى في تربيه الابناء تتقول لك المراه انا خصني نربي ولادي وخصهم يكونوا ناجحين باش نبين لي انني انا قادره انني نكون امراه ونص قادره نربي. فهمت؟ لمشاهدة برامج قناة تيليماروك تابعونا على فيسبوك وإنستغرام، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.